ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم نرسم مع بعض رسمة جديدة. هنرسم مع بعض شجرة وهوريكم طريقة التلوين الصحيحة وطريقة التلوين الغلط. يلا نبدأ مع بعض. دي الطريقة الغلط في التلوين، ان احنا نلون بطريقة عشوائية. طبعا الطريقة دي غلط جدا، وانا هوريكم شكل الرسمة النهائي هيكون شكله ازاي، مش مرتب وشكله مش لطيف خالص. فعشان كده لما نيجي نلون في خط واحد، بخط واحد في اتجاه واحد، عشان الرسمة تطلع شكلها حلو.
دي الطريقة التانية، ان احنا بنلون في اتجاه واحد بس. زي ما انتوا شايفين كده الفرق واضح بين الشجرة من فوق، الطريقة العشوائية طبعا شكلها مش حلو خالص، والجذع من تحت، الطريقة اللي هي لما لوننا في خط واحد. ياريت لما نيجي نلون كلنا مع بعض نلون في خط واحد، نلون في اتجاه واحد عشان يكون شكل التلوين شكله حلو. لو عجبتكم رسمة النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.